بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عندنا استعراض لبعض الاكسسوارات زائد قطعة غيار للسيارة نيسان سنترا موديلات 2016 2017 2018 في مصر. اول اكسسوار نستعرضه مع بعض، احنا عارفين في الاكسدام بتاع السنترا، كفر بتاع الاكسدام الخلفي بيبقى فيه عاكس اللون الاحمر. قطعة الاكسسوار دي عبارة عن ليد، كشاف ليد بلمبات ليد داخلية، ليه درجتين إضاءة. درجة إضاءة اللي هي مع النور الصغير بتبقى الدرجة الأولى الضعيفة منورة، لو دوست فرامل بتزداد شدة الإضاءة بتاعته، بيشتغل بالظبط زي لمبة الاستوب الخلفي. بدل ما يبقى عندك عاكس فقط بيعكس ضوء العربيات اللي موجهة للإكسدام، لا بيبقى عندك كشاف إضاءة، وأنا مستخدمه في عربيتي بقاله أكتر من سنة ونص بلا مشاكل. هو بس غلسته، إن أنت عشان تركبه بتحتاج إن أنت تفك الإكسدام الخلفي اللي هو البامبر الخلفي. والشيء بالشيء يذكر، بعد ما تغير العاكس بلمبات ليد مضيئة، في كمان قطعة الاكسسوار دي اللي هي عبارة عن نيكل نواكل، بتزود نواكل السيارة دي، بتركب على الكفر الاكسدام او الاكسدام الخلفي فوق لمبة العاكس. يعني لو حطينا لمبة العاكس كده بيبقى يركب النيكل ده، بيركب لزق كده من فوق كده من بره، بيدي شكل نيكل كده عامل زي الديفيوزر، وهتظهر صورة دلوقتي في الفيديو فيها شكل ظهر العربية بالحلية النيكل. ده الاكسسوار التاني اللي معانا النهاردة. الاكسسوار الثالث اللي معانا النهاردة هو حقيقة يعني ما يعتبرش اكسسوار او يعتبر جزء من جهاز، دي الباكج بتاعت مراية تعتيم الصالون اللي بيبقى فيها مثبت السرعة، اللي بيبقى فيها شاشة مثبت السرعة اللي بتظهر هنا، وهيظهر لكم فوق على الفيديو دلوقتي لينك لتركيب المراية مثبت السرعة والاوبشنز المميزات بتاعتها، ودي موجودة اهي بكل كابلاتها بالكونكشن بتاعها بالباكج الاصلي بتاعها اللي احنا بنستورده بيها، وده دي اللي بتركب مكان شاشة مثبت السرعة. اخر حاجة معانا النهاردة هي قطعة غيار نيسان سنترا في مصر. طيل الفرامل الاصلي بتاع الوكيل فيه مشكلة انه ما بيقعدش فترة طويلة، وبالتالي احنا دورنا على بدائل كتير عشان نحل مشكلة طيل الفرامل. فكان من البدائل الظريفة جدا اللي تم تجربتها وتعمل بكفاءة وبيقعد فترة طويلة، التيل اسمه تيل فالور، كان بيتباع في الشركة العالمية لقطع غيار السيارات، وهيظهر لكم فوق دلوقتي لينك الفيديو بتاع تيل الفالور، وثمنه كان 350 جنيه بس، حاليا شركة العالمية ما بتستوردش هذا التيل. عندنا دلوقتي التيل البديل هو تيل كوري أصلي اسمه دي ناو، ده تيل كوري أصلي تم تجربته في السيارة سنترا، بيزود قوة المسك حقيقة وما بيهببش على الجنط، ما بيطلعش لون اسود فحم على الجنط. الماتيريال بتاعته مش زي ماتيريال التيل اللي احنا بنجيبه من الوكيل. تم تجربته لحد 25,000 كيلومتر في استخدام داخل البلد، يعني ممكن لو استخدامك خارج البلد يعمل معاك 30,000 35,000 بالظبط، نفس كفاءة التيل الفالور الانجليزي. داخل البلد لحد 27,000 استخدام داخل البلد، وخارج البلد بيبقى مثلا ممكن يعمل معاك 30-35,000 قبل ما يتاكل وتغيره، وتمنه بسيط جدا، تمنه 350 جنيه. للحصول على اي حاجة من الاكسسوارات اللي احنا عرضناها النهاردة او تيل الفرامل، ممكن الاتصال في التليفون على الشاشة دلوقتي. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير الفيديو في كل مكان، واكتبوا تعليقاتكم وكومنتاتكم تحت. وبالنسبة للناس اللي ما اشتركوش في القناة ياريت يعملوا اشتراك سبسكرايب ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد من فيديوهاتنا في حين اصدارها.